أولا وقبل كل شيء بغيت نقول لكل مرأة مغربية، مرأة عربية، مرأة عالمية، بغيت نقول لكم عيد مرأة سعيد بكل النجاحات بكل التوفيق، لكل مرأة صابرة، لكل مرأة مكافحة، لكل مرأة ربت أجيال. كنتمنى لكم أطيب وأحلى المتمنيات، وبالخصوص بمناسبة دخول شهر رمضان كنتمنى لكم عواشر مبروكة. بغيت نقول لكم في هذا الفيديو، هذا الفيديو مهدى إلى كل امرأة مكافحة، كل امرأة ترضى بالقليل ومن القليل تصنع الكثير. المهم هذا الفيديو، هذا فيديو بسيط، فيديو ديال اختكم مغربية بسيطة، غنقول لكم فيه حياتي كيف نقسمها ما بين ثلاثة الوليدات، ما بين كوزينة في السطاح، ما بين والحمد لله عليها، يعني كاين الناس اللي ما لقيناهاش، انا كنشكر ربي عليها. يمكن انه بحكم ظروفي كان خصها تكون عندي محسن، ولكن الرجاء في الله، ومن رجاؤه في الله فرجاؤه لا يضيع. كنتمنى لكم عيد مرأة سعيد، وكنتمنى ان المتابعة ديال هذا الفيديو تعجبكم. الغنى هو غنى النفس، والغنى هو الأسرة، الأسرة الجميلة التي تحيط بك، والأسرة التي تملأك بالحب والحنان. المهم نخليكم مع فيديو ديالي. حاجة فيق وليداتي، درت لهم السريال مع الحليب، غتشوفوا هرقت شويه الحليب، عطيتهم يفطروا باش يمشيو يقراو. وديك الروينه اللي كتشوفوا فوق الطبله وعده، راه البنيه الصغيره ديالي هي اللي دارتها. انا قررت بعدا نصايب، من بعد ما عطيتهم يفطروا قررت نصايب واحد الطويجين ديال الدجاج، طويجين بسيط، طويجين مغربي بسيط جدا، غنتغدى بها انا ووليداتي. المهم من بعد ما فطر الزوج ديالي ووليداتي، هنا راه كتشوفوا نصبتو، غادي نردو فوق البوطه، يعني قوام عادي. درت بصله خضريه، درت واحد جوج طريفات ديال الدجاج، درت طريه مشكله، درت خرقوم، درت ملحه، وبطبيعه الحال حطيتو يتشحر فوق نار مهيله. هنا الزوج ديالي ووليداتي فطروا وخرجوا، انا غادي نفطر بوحدي. بطبيعه الحال بنيتي الصغيره، راه ديك الملايه اللي كتبان لكم، راه بنتي الصغيره هي اللي كانت مغطيه بها، راه هي. وهذا التموين كي جبتو كيبقى، حيتاش كانت هي انا وكانت البنيه ديالي مع البرد ما قدرتش تبقى جالسه في البيت، يعني اضطريت انني نهبط البيت. الناس ديالي هنا كي كتشوفوا الشتاء والجو بارد بزاف، انا ديكم باش نوريكم المدرسه اللي كيقراو فيها وليداتي. بطبيعه الحال المدرسه كاينه في قدام الدار ديالي، يعني ما بعيداش عليا بزاف، ماشي انا اللي كنديهم. انا التلاميذ كيدخلوا الاقسام، الا كتلاحظوا راهم كيدخلوا الاقسام ديالهم، يعني حياه طبيعيه وعاديه. بغيت نوصل الميساج للمجموعه ديال البنات، راه ما تصحبلكمش بان الحياه راه شي حاجه اللي واو، راه الحياه كتكون حياه بسيطه، وما يغركمش المظاهر اللي كتشوفوا في اليوتيوب. هنا كي كتشوفوا انا مازال ما فطرت، عاد غادي نفطر ونوض نقدم معكم واحد شكل الكاطو. هذا شكل الكاطو اللي هو زعما اونسيان، ماشي شي حاجه زعما كاينه اللي جبتها لكم انا ولا مبتكر، مي كنحاول غير نذكركم به. هو كاطو زوين، كاطو قديم وبلدي. هنا غادي نقولوا درنا جوج بيضات، خدمتهم مع السكر، قبيصه د الملحه، خدمتهم مزيان بالميكسور بلونجون باش يسهلوا عليا الماموريه. بغيتو تخدموهم بالطرب كيبقى لكم الاختيار. كنزيدوا واحد الكاس العرب ديال الزيت على هادشي، وغنخدمو مزيان بالميكسور بلونجون حتى يتخدم. وديك الساعه نقول لكم المكونات الاخرى اللي غادي نضيف له، باش هي انا غادي نخدم كل لون بوحدو. هو كيجي فيه جوج الالوان، فيه القهوه والبيض، غادي نخدم القهوي بوحدو، نخدم البيض بوحدو. دابا هنا في الاول غنخدم البيض، زدت ثلاثه د الكيسان مع واحد الخماره، نخلتهم مزيان. راكم عارفين حتى الخماره كيخصها تنخل باش ما يكونوش حبيبات ديالها. هنا راه كنت كنصور لكم بيض وكنغرب البيض، الا كتشوفوا راه الموتزاريلا حتى من بعد غادي نريكلو معكم فيديو اخر. خديتهم بين التموين اللي كنت خديت، الكوزينه كانت عندي مرونه مازال ما جمعتهاش، يعني حاولت نسبق الكاطو هو الاول، حنا نبدا جميع سبقت الطياب والكاطو وديك الساعه نبدا جميع. هنا من بعد ما خدمت الشكل الاول اللي هو شكل البيض، هزلي ثلاثه د الكيسان مع خماره، غربلتهم جمعتهم ودرتهم في ميكا خبيتهم يرتاحوا. هنا درت جوج ساشيات نفس المقادير ديال الاول، وزدت عليهم جوج ساشيات ديال الاكبال،
غادي نزيد عليهم الدقيق، مي ما غنزيدوش كامل في دقه واحده، يعني ما غنزيدش 3 الكيسان بحال الاول، غنزيد غير 2 كيسان ونص على ما نشوف لا تيكستور ديالي واش هي اللي باغا، واش خصني نزيد ولا لا. المهم انا غادي نجمع الخليط ديالي وغتشوفوا لا تيكستور في لي ريجيم ديال الخليط. كيف كتشوفوا هنا الخليط ديالي جالس، يعني ما احتاجش انني نزيد له 3 د الكيسان كاملين، زدت غير 2 كيسان ونص على حسب البيض واش كبير واش صغير، على حسب الدقيق ديالكم واش كيشربوا ولا لا. هنا من بعد ما جمعتو غادي نديرو تا هو في واحد الميكا ونديرهم في الثلاجة يرتاحوا على ما نقضي شغالي ونجمع الدنيا، ديك الساعات نولي نرجع لكم. هنا كي كتشوفوا واحد الروينه ديال المعان غادي نغسلها ونحطها في بلاصتها وعاد نرجع عاوتاني نكمل حوايج اخرى. خلي داكشي كيرتاح، هاد المعان غادي نحيدهم و نقي خضيره اللي غندير الطاجين ونرجعوا نكملوا الكاطو ديالنا. خلاص هنا كتسد عليها بهادي باش ما تخش السطح على البرد، ناضت هي حيداتها دابا باش تخرج. هانتوما كي كتشوفوا شتو ها هي حيداتها عاوتاني، انا رديتها سديتها ليا. المهم هنا خضرت الطاجين ديالي بالبطاطا والبسباس، صراحه هاد لا كيجيو زوينين. بقات مسكينه حتى هي ملي ما خليتهاش تخرج مشات جلست في الباب ومع البرد. صراحه الله راه تما في وسط البيت وراه غلبه، الا كتشوفوا السما كيمغيمه والجو بارد، يعني داز واحد واحد النهار اللي كان بارد بزاف. صراحة الله كتكون قاصحة شوية. هنا كي كتشوفوا الطاجين ديالي هو بطبيعة الحال بدا كيطبخ، طاب الدجاج هذا الاول حتى بديت صايبته، عاد تذكرت انني ما صورت لكم. هانتوما كي كتشوفوا كنطلق لاباط البيضة، دابا غنطلق لاباط الكحلة وغادي نديرها فوق البيضة ونولي نرجع عاوتاني معكم باش نوريكم كي كندير له. شكون اللي عندها شي مبرزيطة بحال هادي؟ ها هي. شكون اللي عندها شي مبرزيطة بحال هادي؟ ها هي محمقاني كتلعب في الطحين، كتلعب في العجينة، المهم كتلعب في كلشي. هي الطبقة القهوية طلقناها، دابا غندير البيضة هي لتحت والقهوية من الفوق، أولا العكس تقدروا ديروا اللي بغيتو. المهم أنا غادي نصوبها، غادي نحاول أنني نجيبهم أبار، نقدهم تيجيو أبار واحد، غنقد وحدة فوق وحدة تيوليو بحال بحال، وديك الساعة نولي نرجع معاكم. هنا دابا من بعد ما درت واحد فوق واحد راه دارت ديك التقيبه ماشي مشكل، دابا غنقلب رد البيض لتحت والقهوي هو اللي من الفوق باش يجي القهوي من الداخل والبيض من الفوق بحال كيشتو الاخر، وعاد نجي نبدا نقطع معكم. وساير ساير ريتاج، غنحاول واخا نخدم هي بيد وحده مي غنحاول معكم هي نوريكم. غتحاولوا تلويو هكا، تبقاو غاديين به حتى تلويوه كامل، حاولوا تزيروا التلوية باش ما كتجيش هارساي هارساي. من بعد ما صوبتهم هذا راه رقاق طلبات شويه لان ما كنتش خليت لابط بزاف من البيضه، القهوي جاب زايد على البيض. المهم غادي نبدا نقطعهم ونرصيهم معكم في اللاطه باش ندخلهم للفرن باش يربح الوقت. بالنسبه للتقطاع انا غنوريكم كي كنديروا نقطعوهم. بالنسبه للتقطاع من الاحسن يكون الموس ماضي، غنجيو نبداو من هنا. ماما ماما هذا بطبيعه الحال الاول. ماما ماما نعم ماما. بالنسبه للاول كيكون غير سميتو، المهم غنحاولوا نقطعوهم غير قد هكا بحال غنقطعوا الفقس، المهم يكونوا صغارين. ها انتوما كي كتشوفو هاهما خصهم يجيو رقيقين لأن مازال فيهم الخميرة غيخمرو. غندخلهم الفران ونكمل الكمية ديالي اللي باقا ليا ونولي نرجع معاكم باش نشوفو الشكل ديالو النهائي. بالنسبة للتقطاع كتقطعوه بحال غتقطعو الفقاس، كتشعلو الفران يسخن شوية ودخله الفران يطيب وتخرجوه ديك الساعات باش تخليوه يبرد وتحيدوه من اللاطة. انا غنكمل الكميه اللي باقا ليا ونولي نرجع معكم. واخا لالا ريتاج واخا. هنا من بعد ما طاب كي كتشوفوا خلاص وليداتي جاوا من المدرسه، الغدا واش غادي نغديهم. من بعد ما طاب ها هو مازال تيطيب
لاطا اخرى وواحد لاطا كاينه بزاف هي ما طابتش. المهم غادي نوريكم التموين، غنجمع الدنيا مش كثر عليكم مريضه شويه، راسي كي ضرني مع ضربني البرد. المهم ها نتوما كتشوفوا، نمشي نشارك معكم التموين اللي خديت. اول حاجه خديناها هو هاد الحبوب ديال الفطور بالنسبه للوليدات الصباح باش يبقاو يفطروا. كتشوفوا خديت هاد الدقيق النوار الممتاز، هاد الماركه انا ما عمرني ما جربتها اول مره، وفيها الطابع ديال الجوده الذهبيه، مي ما عرفتش بصح دقيق ذو جوده ممتازه ولا لا. هاد الطماطم مركزه، هادشي صراحه داني بابا وماما، مشيت معاهم للاتقدا ومن تما خدينا هادشي. هانتوما كتشوفوا هاد لي باطوني جبتهم لينيت الوالده، وهادو بالنسبه لهادو خدينا بكيه، خدات الوالده بكيه كبيره فيها 15 الوحده، يعني 15 الوحده قولي 150 حبه، لان كل بكيه فيها 10. صراحه هاد لاكتقم زوينه، عطاتني انايا 7 ها هما قولا هي الاخرين. الطاسه الاخرى ها هي الثانيه ديال ديليسيا نيت، وكاينه الثالثه يعني ثلاثه، هادي هي اللي عطاتهم لي. هذا خديتنا بكيه ديال لي بيبيت شوكولا نوار، هادو هاد لا مارك انا ديجا مجرباها زوينه. بالنسبه لهذا خديت هنا كي كتشوفوا، بالنسبه لهذا خديت السكر ديال اتاي بكيه ديال الكيلو، هذا الزنجلان هنا والنافع داكشي. هادو صراحه الله ماما اللي جابتهم، غادي نقيهم ليها وهي اللي كتصوب الزيت، ماشي انا كتصوبها وكتعطيني حقي. هنا خديت بيدو ديال جوج لترو ديال الزيت الشعريه، هذيك سباكيتي خديتها للدراري لهاد الايام، وشنو اخر. المهم باقي خديت موتزاريلا، راه كان قبيله فوق الرخامه فاش كنت كنصاوب الكاطو، وخديت تورتيه، ومازال خاصني ناخد حوايج اخرى، الزبده الحماص وشي امور اخرى. المهم انا شاركت معكم غير جزء من المشتريات، فاش غادي نمشي داكشي الاخر ونشاركو معكم. وهنا كي كتشوفوا صوبت الكوتي ديالي، داك الكوكيز انا ما شاركتوش معكم، مي غنشاركو معكم الى عجبكم. زعما الا بغيتو نشارك معكم الوصفه ديالها خليوه لي في لي كومونتير. وكوكيز زوين عامر بالشوكولا الداخل، هذا هو الكوتي ديال وليداتي، حطيته لهم قبل ما يمشيو للصال. هذاك هو الكاطو اللي شاركت معكم في الوصفه. هنا واحد الطريقه باش تخرجي البراد يكون بحال عاد شريتيه بلا ما تحكيه بلا ما تضربي تماره، وبسيطه واقتصاديه. اول حاجه غادي ديري خماره ديال 10، غديريها وتخوي عليها الماء طايب وديريها فوق البراد تطبخ مزيان، وكيبان بحال راكي طيبتي اتاي، الا كتلاحظوا بحال اتاي كيفاد هو داك الوسخ حاشاكم رخاه، وما كتفركوه ما والو، كدوزوا له غير بجيكس ديال الماء، والنتيجه كما كتشوفوا ما ضربتيه لا تمر لا والو. كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم، كنشكركم على الدعم ديالكم، ما تنساونيش باللايكات ديالكم. بطبيعه الحال انا ما غنغبرش عليكم، شكرا جزيلا على المتابعه وادمار اسعيد، رمضان مبارك. خليكم معايا الفيديوهات الجايه ان شاء الله غيكونوا معاكم زوينين، تجهيزات وتحضيرات رمضانيه. كنتمنى انكم تدعموني وتبارطاجيو لي فيديو، الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.